اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. نجمين كبيرين من نجوم الكره المصريه في ليله مباراه ذهاب نهائي دوري الابطال التي انتهت بالتعادل السلبي بين الاهلي والترجي التونسي. النجمان الكابتن محمد جوده والكابتن احمد رضوان. كابتن جوده اهلا وسهلا، منور الدنيا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ هاني، وطبعا مبسوط اني مع الكابتن احمد رضوان. منور الدنيا، منور الدنيا كابتن احمد رضوان، وحشتين الحبه دول. كنا مع بعض على الفيسبوك، دلوقتي احنا هنا في الاستوديو. منور حبيبي يعني، ربنا يخليك. مبسوط ان انا معاك طبعا ومع كابتن جوده. منورين الدنيا كلها. وعايزين نصحى كده عشان نصحي الناس معانا، ولا النتيجه مش عاجبانا ولا ايه؟ لا طبعا مفيش شك، ما نقدرش نقول غير ان هي نتيجه ايجابيه. ولا نتيجه ايجابيه فقط، ونحط نقطه ونقول أسوأ نتيجه ايجابيه. تمام، نتيجه ايجابيه تعتبر خادعه بصوره كبيره جدا. لان 0-0 دي مطالب ان انت تنزل المباراه العوده. يعني هنقول لو قلنا الشوط الاول خلص بنتيجه ايجابيه وهي تعتبر الأسوأ يعني. تمام، وان كانت مرضيه الى حد كبير نظرا طبعا، شفت برضو فريق الترجي فريق محترم، فريق تغير تماما مع المدير الفني الجديد. كان في مسانده جماهيريه كبيره جدا لفريق الترجي، مع بعض التحفظ ممكن يكون القليل جدا على حكم المباراه، ان قدر يوقف لعيب الاهلي في اوقات كتير من المباراه بفاولات قد ممكن كانت تصفر عن هجمات وهجمات. طيب هقف عند النقطه دي قبل ما تكمل كلامك. على ذكر الفاولات اللي اتعملت على لعيبه الاهلي، علي معلول قد تكون اللقطه على مستوى الالتحام مش قويه، لكن بحسب معلوماتنا اخر ما هو عندنا من معلومات، اصابه علي معلول قويه، وقوة إصابة علي معلول مبدئيا بتشير طبقا لمعلوماتنا إلى غياب الظهير الأيسر الدولي التونسي عن مباراة الإياب أمام الترجي يوم السبت المقبل، بحسب ما جات لنا معلومات من تونس بعد نهاية المباراة. هنتكلم عن النقطة دي برضو. إصابة علي معلول أثرت على الأهلي في خلال اللقاء كابتن عبد؟ مفيش شك إن الخبر ده برضو حتى في لقاء العودة برضو يعني خبر محزن جدا للنادي الأهلي، سواء جهاز فني أو جماهير. ودي من النقاط السلبية الكبيرة جدا جدا اللي حصلت في بداية المباراة النهاردة، لأن عندك علي معلول مفتاح هجومي كبير جدا جدا للنادي الأهلي. أما افتقدت المفتاح الهجومي الكبير ده، تكاد تكون يعني فرص الاهلي معدومه في اللقاء. وان كان ممكن يبقى فيه احسن من كده من امام عاشور النهارده، كان ممكن يبقى فيه احسن من كده من كريم فؤاد او محمد هاني، لان دايما على مدار التاريخ، واتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ان النادي الاهلي دايما بيعتمد على ظهيري الجنب في الهجمات، او بيكونوا مفتاح كبير جدا، وعد وقول اسماء كتير جدا نجوم كتير جدا. فافتقاد النادي الاهلي النهارده لعلي معلول اثر بصوره كبيره جدا على الاداء الهجومي للنادي الاهلي. كابتن رضوان منور الدنيا، وانت بتتكلم عن المباراه ككل، علي معلول وغيابه عن ماتش النهارده زي ما بنقول 6 دقايق بس اللي لعبهم، مدى تاثير ده وغيابه عن مباراه العوده بحسب المعلومه اللي عندنا؟ طبعا تاثير كبير جدا. شايفين ان هو في الفتره الاخيره والسنين الاخيره كلها علي مفتاح كبير جدا في الثلث الاخير. طبعا غيابه كمان في المباراه النهائيه، خلي بالك كده بتلعب في القاهره، فهتبقى عندك نزعه هجوميه اقوى، عدد زياده في القصه اللي فوق. انت عندك برضو فكره ان انت تبقى متراجع وبتدافع زي ما حصل في تونس، لا مش هيحصل في القاهره. فيبقى ليك مفتاح كبير جدا طبعا تفقده. شفت انا وانت النهارده حتى يمكن خروج الكوره ما كانش بالسلاسه من الحته بتاعه الشمال دي. طبعا كريم عمل ماتش هايل، لكن طبعا مش مكانه. لكن مؤثر جدا طبعا عدم وجود علي. طبعا المباراه ككل، شايف ان هي كنتيجه هي اللي مخليه التون حتى عندكم في حضر، ولا المستوى، ولا كان ممكن في احسن من اللي خرج بيه اللقاء؟ بص، النتيجة زي ما كابتن جودة قال هي مرضية. لكن طبعا فكرة ان انت يحصل مشكلة ويجي فيك جون في القاهرة، دي هتبقى مشكلة كبيرة. ليه احنا متخوفين؟ لان الترجي عمل كده في كذا ماتش اللي فات، يعني اخرهم كان سان داونز، راح واحرز هناك. فدي المشكلة الكبيرة. ليه؟ لان هو عندهم ميزة في الكور الثابتة اللي انا قلت لك عليها، اللي احنا الحمد لله النهاردة يمكن الحكم حاول كتير جدا يقربهم ويديهم حاجات قريبه، لكن الحمد لله ما كانتش فيها تاثير. يعني حكم حاول بفاولات يعني غير مستحقه. انا شايف حتى بتاعت كريم فؤاد دي انا مش شايفها اصلا فاول. كابتن وجيه احمد قال نفس الكلمه. الراجل حط جسمه كويس جدا، هو استعجل واضح جدا،
يمكن بتاعت هاني ماشي، الانذار بتاع هاني ماشي اوكي في حاجه كده انذار ببلاش، لكن بتاعت كريم فؤاد انا مش شايفها اصلا فاول. ففكره ان انت تقرب الناس وانت عارف ان الناس دي مؤثره في في الكور دي، انا شايفه ان هو لا، هو كان بيحاول بيؤثر على النتيجه يعني ايجابي لفرقه ترجي، لكن الحمد لله الدنيا مشيت كويس. لكن المشكله الكبيره ان يحصل الكلام دوت في القاهره، فاحنا لازم نشتغل بحرص ونشتغل بذكاء. الفرقه دي مميزه في القصه دي، عندهم الراجل اللي بيلعب رودريجو ده، يعني ده النهارده ما بانش، لكن اظن ان هو في القاهره هيبان اكتر من كده، لان الكوره هتبقى طويله جدا عليه، مش هيبداوا من تحت كتير. فبياخد الكوره عاليه كويس، كمان بيطلع مرياح وتوجاي وبيبقى في الكور الثابته، بيبقى عندهم اطوال كبيره جدا. واحنا شفنا النهارده يمكن كان في مشاكل، لان كمان هم بيتحركوا ورا الكوره، لو شفت الكوره اللي اتلمست واتلعبت على القائم الثاني وكمل مريح فيها. دي اخطر كره ثابته في المباراه النهارده. فهم عندهم الميزه ان هم بيتحركوا كمان، مش كوره بتتلمس وبيقفوا. فدي الحاجه اللي احنا المفروض نشتغل عليها، وان شاء الله كولر بيعرف يشتغل على النشاط الكبيره دي كويس جدا. هو السؤال، هل الترجي من خلال اللي احنا شفناه النهارده وشفناه له من ماتشات في خلال البطوله، رغم انه تحسن وان النسخه الحاليه من الترجي احسن بكتير من اللي قبلها، هل الترجي هو الفريق اللي يخوفك في ماتش العوده لو انت كنت في افضل حالاتك كابتن جوده؟ مفيش شك ان، يعني عايز اقول لحضرتك ان فريق النادي الاهلي وفريق نادي الترجي انديه كبيره جدا في القاره، وليها سمعه كبيره جدا، وان كان طبعا الاهلي يتفوق بكتير جدا. هاخد من سؤال حضرتك كده، هاخدك لبعض النقاط الرقميه يعني شويه. نادي الاهلي والنادي الترجي اكتر فرقتين في افريقيا لعبوا ضد بعض. تمام. اكتر فرقتين في افريقيا لعبوا بعض ضد بعض قبل النهارده، كانوا 24 مباراه ومفيش حد طبعا، يعني حتى الاهلي الطرفين اتواجهوا بهذه الكثافه. النهارده 25 مباراه طبعا، 12 فوز للاهلي حضرتك عارف، 4 فوز بس للترجي، و9 تعادلات بالنهارده، بيتساووا برضو في حاجات كتير جدا. يمكن للمباراه التاسعه على التوالي لم يدخل مرماهم اي اهداف. مظبوط. النادي الاهلي من ضمن التسعه كان في واحد محمد الشناوي، يعني مباراه محمد الشناوي، والثمانية مصطفى شوبير بماتش النهارده. هكمل على النقطه دي، انه 21 مباراه على التوالي للاهلي بدون هزيمه في بطولاته القاريه، وهو الرقم الاكبر تاريخيا متفوقا على الترجي نفسه، وبالتالي ده رقم قياسي بيسجل دلوقتي باسم الاهلي. دي اضافه بس. انا كنت بتكلم على شباك نظيف. مفهوم. انا عارف. يمكن ماميش هو برضو اللي حافظ على نظافه شباكه، وحارس واعد، وحارس هيبقى حارس كبير جدا سواء للترجي او للمنتخب التونسي. حافظ على شباكه في 9 لقاءات. يتساووا برضو ايضا في حاجه تانية كده يا استاذ هاني، يمكن الفرقتين اكبر فرقتين يعني عندهم الرقم القياسي في الفوز خارج الديار. كل فريق ب 49 مباراه خارج الديار. يمكن كانت النهارده الاهلي لو كان فاز كان حقق الرقم القياسي ب 50 مباراه، ولكن برضو خارج الملعب خارج الديار في افريقيا. يمكن يعني طبعا مش عايز اقول عند في فرصه عند الترجي ان يحقق الرقم القياسي. يعني اذا فاز لا قدر الله ايمن، لكن الارقام دي بتشير الى ان احنا بنتكلم على فريقين كبيرين. مفهوم طبعا. لكن بالنظر لماتش النهارده، هو السؤال يعتبر سالته، فكره انه هل كان بالامكان احسن للاهلي، بما انه دي احسن أسوأ نتيجه ايجابيه ممكن تحصل، وهل مستوى الفريق النهارده يقلقك على الاهلي في ماتش العوده؟ طبعا كان في طبعا احسن من كده بكتير. نظرا لغياب الادوار الهجوميه للاعيب الوسط النهارده خالص من لعيبه النادي الاهلي. غياب تام للادوار الهجوميه للاعيب الوسط من النادي الاهلي. وخليني اقول لك ان المباراه اللي جايه، عشان اي حد بيسمعنا، ان المباراه 50-50. وان كان اللي يقدر يخلي النسبه تعلى شويه بالنسبه للنادي الاهلي جمهور الاهلي العظيم، اللي احنا دايما بنقول ان هو رقم واحد. دي يعني ممكن تعلي النسبه شويه، انما فنيا في المباراه عايز اقول لحضرتك ان هي 50-50. تمام. ومحدش يقدر يقول غير كده. حتى من بالتحضير للمباراه، انا متاكد ان مستر كولر والجهاز الفني ومدير الكوره هيتعامل مع المباراه كده، وهيعقد جلسات كتير جدا مع اللعيبه، لان شغل المدير الفني يختلف تماما عن الجمهور. الجمهور طبعا
فوق دماغنا كل عاطفي، حاجه في عاطفه بتغلب على رايه احيانا. ولكن لو مشينا في الشارع كده اكيد الناس كلها بتقول هنحتفل ازاي بالبطوله والتعادل بره، يعني ان شاء الله نكسب 1-0 هنا نحصل على البطوله، ولكن المباراه هتكون صعبه جدا. من الممكن الترجي يلعب بتحفظ شديد ويلعب على هجمات المرتده. لو جينا اتكلمنا في النواحي الفنيه ممكن نتكلم كتير جدا، مطلوب من النادي الاهلي. اتفضل هنتكلم عن النقاط دي، لكن هاخد من كلام كابتن جوده كابتن رضوان واسالك على انه ليه ما كانش فيه دور لخط الوسط الهجومي النهارده الاهلي بشكل بارز في انه يكثف من هجمات الاهلي؟ هل المشكله كانت في نص الملعب تحديدا؟ طبعا، خصوصا عند اكرم، لكن واضح ان الكلام ده كان يعني متقال لهم. يعني احنا شفنا اوقات كتير جدا بيرسي تاو بيروح ما فيش حد بيكمل، ولا اكرم ولا هاني. فواضح ان كان متقال لهم ان لا، خليكوا في توازن دفاعي واهم حاجه ما يجيش فينا. يعني هرجع لسؤالك، احنا كنا ممكن نعمل حاجه احسن من كده، كنا ممكن. بس واضح ان هو الراجل زي ما قلت لك كان هو بيشتغل على ال 180 دقيقه، هو خلص ال 90 دقيقه الصعبه اللي هناك. عندك افضليه هنا، عندك ملعب، عندك جمهور، لكن هو عنده افضليه ثانيه. 1-0 ليه هيبقى افضليه عن الاهلي. بتسبق بيسبقك خطوتين مش خطوه واحده. بالظبط كده. فالافضليتين اللي عندك هو عنده واحده ممكن تدي له الاثنين. لكن احنا شفنا في الاخر لا، كان في قفشه نزوله ورضا سليم. لو شفنا رضا سليم الراجل امين بحميده ده انا وريتها لك يمكن راح له 3-4 مرات الراجل اتكرش. لكن بيرسي تاو ما راحش ولا مره. ما شفناش اكرم غير في الاخر لما راح لرضا. فانا قصدي ان احنا سهل جدا ان انت الفرقه دي تكسبها، لكن لازم يبقى في عندك توازن ان انت ما يخشش فيك. لكن فكره ان انت لازم تضغط عليهم من البدايه، لان الفرقه دي هتلعب معاك كده. هتقعد تطول الوقت على قد ما تقدر عشان تلعب على كره ثابته، على تخطف ان انت هتبقى ضاغط عليهم واخد استحواذ، فيبقى في ظهر مساحات فيقدروا يشتغلوا على التحولات. لكن طول ما انت ضاغط وتجيب ان شاء الله الاول وتجيب الثاني، انت خلصت الموضوع من بدري. أضيف نقطة واحدة بس، وكابتن أحمد لو عايز يكمل برضو، من النقاط اللي كانت ممكن تدينا أفضلية شوية الخروج بالكرة من تحت وبناء الهجمة. كان بناء الهجمة مش عارفين خالص، حتى رامي ربيعة في أغلب الأوقات لجأ للكرات الطولية. وده عكس اللي بيعمله النادي الأهلي دايما. يعني كان في خروج بالكرة مميز جدا، سواء من رامي ربيعة اللي بيلعب لمحمد هاني أو عبد المنعم بيلعب مع علي معلول، كنا بنخرج بالكرة بطريقة أحسن من كده شوية، أو نسلم حتى لوسط الملعب. يمكن لغينا وسط، طبعا ده بناء برضو على ضغط لاعبي نادي الترجي ومهاجمين نادي الترجي على قلبي دفاع النادي الأهلي. تمام. ودي خلت في بناء الهجمة إن أنت بتلغي نص الملعب خالص. الكرة بتتلعب طولية من قلبي الدفاع لوسام ابو علي وبتلغي الثلاثه بتوع نص الملعب. أيوة. فدي برضو ادت يعني عدم وجود شراسه هجوميه. تمام. المحافظه على الكوره حتى كان برضو الكره الثانيه كمان ما بتبقاش كتير قوي انت اللي بالزبط. بتعرف تاخدها. لكن لو بصينا على احصائيات الماتش كله هنلاقي انه شوطه واحده بس على المرمى للفريقين طول المباراه، ده يختبر على الحارس في الدقيقه 87 بتاعت حسين الشحات اللي هي التصويبه العاديه. يعني ف ده افراط في الدفاع او الحذر من جانب المدربين كابتن جوده؟ خليني اقول لك برضه يا استاذ هاني، دايما في المباريات النهائيه او المباريات الاقصائيه لابد من التحفظ الشديد. تمام. زي المباريات النهائيه دي للانديه او الادوار الاقصائيه، لازم تبقى مدرب منتخب. مدرب المنتخب دايما يا استاذ هاني ما عندوش الشراسه الهجوميه، ما عندوش المجازفه. ليه؟ لان دايما بيلعب بطولات مجمعه وخروج المغلوب، فخروج المغلوب او الادوار الاقصائيه او النهائي بالنسبه للانديه لازم يبقى فيه التحفظ الشديد ده. اعتقد ان كلا المديرين الفنيين خارجين راضيين عن النتيجه تماما. سواء كولر هيلعب وهيخلي طبعا اكيد هيبقى فيه يعني تحسن شويه، او اتمنى او ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان بناء الهجمه يكون احسن من كده شويه، والادوار الهجوميه للاعبي خط الوسط تكون احسن من كده. عكس مدرب الترجي التونسي كاردوزو اللي هو هيلعب، هيقفل كويس جدا وهيلعب على الهجمات المرتده واستغلال الكرات الثابته اللي فيها تميز شديد جدا لطلوع قلبي الدفاع، اللعب بيلعبوا براسهم كويس جدا يطلعوا. يعني هو هيعمل حاجتين، هيلعب هيقفل كويس جدا، هيلعب على الهجمات المرتده، وهيحاول ياخد فاولات
حوالين ال 18 تنقله. ده كان اسلوبه قدام سان داونز على فكره، ده كان اسلوبه في ماتش سان داونز اللي في بريتوريا ومتميز فيه. آه. فعلينا الحذر، كل الحذر من الكرات الثابته، الحذر كل الحذر من الهجمات، ان احنا نتفرغ للنواحي الهجوميه بس. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده وزاني، في حاجه اسمها الوقفه الدفاعيه في الحاله الهجوميه يا كابتن رضوان. لابد من المدافعين واحنا في حاله هجوم يقف مصحصح ما يتفرجش، ما يتفرجش، لان لو اتفرج ممكن نتضرب بهجمه مرتده او يبقى فيها مشكله كبيره جدا. واحد رايح رامي ربيعه مثلا يشنكله من ورا ياخد طرد، ان انت تلعب ناقص واحد برضو دي هتبقى مشكله كبيره جدا. خصوصا كان في كمان النهارده من عبد المنعم حاجات غريبه جدا يعني بيعملها، تحس ان مفيش تركيز، متكرره بصراحه، هي متكرره. موضوع الاحتفاظ بالكوره وموضوع الثقه الزياده، احسن مدافع في مصر ويلعب في حته كبيره في اوروبا. لكن لازم يركز، لازم يحس باهميه الموضوع، ما يستسهلش الامور. انت بتفسر ده انه عدم اهتمام بالموضوع؟ لا لا، يعني هل واصل لمرحله انك تلعب في الاهلي منتخب مصر وبتلعب نهائي افريقيا وتبقى مش مهتم؟ ولا هو ده اسلوب حياه؟ يعني هو امكانياته مش ثقه زائده قد ما هو ده انا، يعني انا بحس ان هي جميل. اصل لو في واحد بينتقد كل هذا الانتقاد من الناس كلها ومن لعيبه كوره، يعني انتوا من محللين ونجوم عاشوا الحياه دي وما غيرهاش، والمدرب اللي معاه ما غيرهاش، معناه ان هو دي واضح انه دي طبيعه لاعب، مش ثقه زياده. هو حاسس بامكانياته هنا، يعني هو امكانياته عاليه جدا وحاسس بامكانياته دي. لكن لازم تحس في وقت من الاوقات ان الكوره انت لو تعاليت عليها هتدي لك فوق دماغك، هي الكوره كده. لكن لازم تلعب السهل خصوصا في المكان ده، المكان ده اللي هو لو انت لو ملهاش اضافه في الملعب، اللقطه اللي هتعملها دي ما تعملهاش بالظبط. مفهوم. بس في اوقات كتير جدا بيكون حل الموضوع ده ان هو يقعد ماتش او ماتشين، ولكن لعدم وجود البديل اللي في نفس امكانيات بامانه محمد عبد المنعم سواء في النادي الاهلي او المنتخب، مخلي المدير الفني ايده مغلوله، سواء المدير الفني للمنتخب او المدير الفني للنادي الاهلي. لان علاجها بسيط جدا، لو ما نفذتش اللي انا بقول عليه عرصة كده واهتميت شويه هتقعد. فهو المدير الفني برضه في موقف لا يحسد عليه، لان مش قادر ياخد رد الفعل ده، لان وجود طبعا في اصابات كتير. وعايز اقول لحضرتك تاني مدافع بعد محمد عبد المنعم سواء في منتخب مصر او النادي الاهلي بعيد عنه بمسافه. تاني منتخب، تاني لاعب في المنتخب يعني، حتى مش بس في الاهلي، اللي هو مين؟ انا بتكلم مثلا في النادي الاهلي رامي ربيعه، ياسر متولي بعيد عنه بمسافه. وبرده في المنتخب يعني، وانت حضرتك ممكن تذكرني مين تاني واحد؟ حجازي موجود في حجازي في بعيد الونش، بعيد بمسافه، بعيد بمسافه طبعا للسن، مش عايزين نتكلم الونش طبعا للاصابه، امكانياته عاليه بصراحه منها. لا انا بتكلم ان استاذ هاني بيسال ايه علاج الموضوع ده، او ان بيتكلم حتى ان الاستوديوهات مش، خليني اقول لك مش انتقاد، خليها نصيحه. لا هي الانتقاد هو الانتقاد نصيحه، الانتقاد مش معناه ان هو حاجه وحشه. ماشي يعني. تمام. انت بتشير الى نقطه لتتطور لتتحسن. فانا بقول لحضرتك حلها، ولكن انا عشان اخد القرار ده لازم يكون عندي البديل اللي يقدر يسد مكانه. مفهوم تماما. طيب في ماتش النهارده، امام عاشور دايما بالنسبه لك في التشكيله الاساسيه هو اللاعب اللي ممكن يعمل الربط، وهو اللاعب اللي ممكن يكون عنده اللمسه الابداعيه المختلفه عن بقيه تشكيله الفريق. ليه النهارده ما كانش موجود الدور ده بشكل واضح او مؤثر كابتن رضوان؟ أنا شايف إن يعني فكرة الضغط اللي كان بيضغطوا عليهم عالي ده اللي شوية أثر عليهم بدنيا، هو وسام وهو بالذات. يمكن أكرم شوية كان بيروح، أنا وريتها لك حتى في كذا موقف، إن إمام هو اللي كان على طول متواجد في الضغط مع وسام، فده أنا شايف إن هو أخد منه كتير جدا في النواحي البدنية. ولكن في الأول في الآخر لما تيجي تبص هتلاقي الفرص اللي معمولة كلها معمولة من عند إمام وحسين. زي ما قلت لك ناحيه اليمين شويه كانت عندها زي ما كابتن جوده اتكلم فكره ان انت تخرج بالكوره، ووريتها لك في كذا كادر ان لازم اكرم يبقى في ظهر الناس عشان ياخد من هاني، يبقى حل لهاني حل لربيعه. لكن ما كانش عندنا الحته دي خصوصا الجزء اليمين دوت، كان عندنا مشكله فيه في نص الملعب، عشان كده كنا بنلعب كور طويله، وطبعا كان وسام لوحده قدام ثلاثه او اربعه فبيبقى معزول. لكن في الاول وفي الاخر تحس ان زي ما قلت لك الملعب تقيل. انا وريتك حتى مروان في كوره من الكور
كان بينتع في الجري تحس ان هو مش مظبوط قادر مظبوط. فواضح ان الملعب الاهلي على فكره اشتكى امبارح من ارضيه الملعب في التدريبات واضح جدا لما قال انه ما بتترشش كويس فممكن يكون خالد بيبي ممكن يكون برضه ده مؤثر على الفرقتين يعني تبص على حتى بعد الدقيقه 70 كله وقع خصوصا نص الملعب يعني فهمت. الشق الهجومي النهارده او الشكل اللي كان بيعتمد عليه مارسيل كولر النهارده كان ايه ابرز النقاط اللي ممكن تكون لاحظتها فيه؟ هي المشكله ان مدرب نادي الترجي ولاعيبي نادي الترجي قدروا يعزلوا الثلاثه اللي قدام الزهاني سواء وسام ابو علي او بيرسي تاو او حسين الشحات عن وسط الملعب تماما. يمكن لو اتكلمنا عن النادي الاهلي يعتبر النادي الاهلي طبعا امام عاشور اللي كان بيحاول يربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم، ولكن مدرب نادي الترجي قدر يعزل الثلاثي الهجومي عن باقي الفريق، وده اللي سبب عدم وجود هجمات كتير من النادي الاهلي. كان ليها برضو بعض الحلول، وشفنا لما نزل قفشه الاهلي برضو تغير مسك كوره شويه، ورضا سليم نفس الكلام تغييره برضو في الدقائق الاخيره برضو يعني بالنسبه لي عليه علامات استفهام كبيره جدا. لعيبه بذلت مجهود بدني كبير جدا سواء في النواحي الدفاعيه او حتى في الضغط على مدافعي نادي الترجي اتاخر شويه. مع التاخير ده ما قدرناش يعني كان ممكن مع التحسن في الاداء الهجومي ده كان ممكن نحرز اهداف صح، ولكن الوقت لم يسعف حتى اللعيبه اللي مظبوط. بس هل دي حاجه كانت غايبه عن كولر ولا هو عايز كده ان انا مش هسيب التفكير الهجومي الا لاخر 10 دقائق بالكتير؟ لا انا مش عايز اكتر من كده. هي دي يعني هل ده غياب يعني هل انه انت احيانا بتبقى محتاج تبقى طماع فهو افتقد للطمع ده ولا هو حس انه ده الطريقه الانسب لمواجهه الترجي؟ لو في المباراه دي ممكن نتكلم في اي حاجه، ولكن دايما تغييرات مستر كولر بتكون في بعد الدقيقه 70 فاعتقد يعني لازم هي اصلا يعني مفيش كتاب في الكوره بيقول ان انا لازم اغير بعد الدقيقه 70. كل مباراه وليها ظروفها، كل مباراه ممكن تحصل حاجات مش متوقعه، لازم ابقى انا محضر لكل السيناريوهات. هل لو هو مكتفي وراضي بالتعادل وان كان عندك فرصه ان انت تقدر تحسن حتى المستوى البدني بلاش الهجومي، المستوى البدني للفريق ككل بنزول عناصر يمكن غير طبعا علي معلول تعتبر تعتبر مش تغييره اضطراريه يعني هو غير تقريبا قفشه ورضا سليم بس كان عنده تغييرات ثانيه تقدر تحسن زي مين؟ تحسن الاداء. كان عندك كهربا، كان عندك مودست، كان عندك اليو ديانج، انت عايز تتكلم في الخطوط الهجوميه صح؟ حتى يعني انا ما عندكش احمد عبد القادر طبعا بتكلم طبعا في التغييرات عموما يعني كان ممكن برضو كهربا يبقى ليه دور، وان كان لو انا يعني راضي بالنتيجه والتعادل مش هقدر اعمل التغيير ده. لا، ولكن دي اصبحت سمه من سمات مستر كولر التغيير بعد الدقيقه 70، وده يعني زي ما بنقول او قلت من شويه مش في كتاب التدريب او حاجه، دي حاجه تخص هو بس. مفهوم لأن تمام. لان في تغيرات كتير جدا وظروف للمباراه بتحدث لابد ان انت يكون ليك دور وان انت تتدخل في الاوقات المناسبه، واما تدخلت في الدقائق لو كان عدد الدقائق زاد شويه كان ممكن النادي الاهلي صح يطلع كسبان المباراه. المستوى اللي ظهر بيه قفشه في الدقايق اللي عملها، اولا ايه سببه؟ ايه سبب التغير اللي حصل في اداء الاهلي الهجومي بنزول قفشه؟ ثانيا هل ده يساهم ربما في وجود قفشه في التشكيله الاساسيه الماتش اللي جاي؟ ده هسالك عنه لكن بعد ما اقول حاجه تخص علي معلول. علي معلول بحسب مصدر في النادي الاهلي من تونس الاصابه قوية للغاية، وده أمر مقلق يشعر حتى اللاعب نفسه بصدمة في المرحلة الحالية. القلق من حاجات كتيرة جدا، من ضمنها أن يكون الإصابة في وتر أكيلس، ومن ضمنها كمان بعض الأوتار الأخرى اللي مع الكاحل. فالقصة مش واضحة على المستوى الطبي دلوقتي لأنه بكرة هيتعمل الأشعة اللي هتوضح، لكن بالنظرة المبدئية كده فالإصابة قوية وهناك قلق من أن تكون عبارة عن قطع في وتر أكيلس لا قدر الله. ده هيودينا لما هو أبعد من ماتش يوم السبت، يعني كده رسمي خلاص ماتش يوم السبت ده بيغيب عنه علي معلول. لا وتر أكيلس طبعا ربنا يشفيه يعني قد تعجل
بنهايه مسيره اعظم من اعظم محترف النادي الاهلي. مسيره لاعب مش مسيرته مع الاهلي، كان في مسيره في العمر يعني اعظم محترف في تاريخ الاهلي. لو يعني مش عايز اسبق لا قدر الله، بتكلم لو تشخيص الاصابه في وتر اكيلس، لانه بيحتاج وقت كبير جدا، بيحتاج تاهيل كبير جدا. فان شاء الله يطلع موضوع بسيط يعني باذن الله ان شاء الله. ماتش السبت اللي جاي مين يكون الظهير الايسر للاهلي يا كابتن رادون؟ لا هي كريم فؤاد ما ينفعش يغير. فكره ان هو انت بتتكلم في كريم الدبيس مثلا يديله، مفيش اوبشنز غير كده، يا كريم الدبيس يا كريم فؤاد. لا 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 كريم الدبيس كده هو يعني انا بقول زي ما قلت لك، لو كان عايز يلعب الماتشات دي كان لازم يديله في الماتشات في الدوري فيه. لكن فكره ان انت ترميه في الماتش زي ده لا. كريم فؤاد يشتغل زي ما هو، ان خلي بالك الجبهه دي فيها حسام طاقه دوت لعيب كويس، فيها اساس ده لعيب كويس، كمان محمد بن علي دوت باك رايت ده مفتاح لعب كويس جدا، فلازم يبقى في حد بيدافع كويس. كريم عمل ماتش كويس جدا على قد الحته دي، ومش عارف ليه الناحيه الدفاعيه بتاعتها كانت كويسه، خروج الكوره كانت صعبه شويه لكن هو عنده سرعات، بيقدر خفيف، بيقدر يقفل المساحات كويس جدا، فلازم يكمل كده. وبعدين تشتغل كمان حسين برده، لازم نديله حقه في الاخر برده، قدر ينزل وقدر يدافع كتير جدا مع مظبوط مع الراجل اللي نزل في برضو. وقت كان بيضم كريم كمدافع وبيرجع حسين يبقى هو اللي بيقفل الزاويه دي. لكن انا كنت شايف ان رضا لو كان نازل من بين الشوطين كان هيدينا اضافه كبيره جدا. قفشه زي ما انت قلت، قفشه بيحب الكوره، بيروح ياخد الكوره بيدي حلول في وقت خلاص بتوع الترجي وقعوا نص ملعب، فكره ان هم يضغطوا كانت خلاص النواحي البدنيه بتاعتهم قلت، فعشان كده قفشه ظهر بالشكل ده. فكره ان هو يبقى متواجد انا اتمنى. تتمنى ان يبدا اتمنى ضمن اني ثلاثي خط وسط هو وامام ومروان. هو وامام ومروان انت لازم تضغط بدري يا هاني، ولازم تخلص بدري عشان ما تسيبش الوقت يعدي، هم هيجي لعبك على القصه دي وهيجي لعبك ان هو يطول الوقت على قد ما يقدر، ويبدا بقى يخطف كورنر، يبدا يخطف فاول، يبدا يخطف اوت، يعني اي حاجه ثابته او يعمل مساحات في ظهرك عشان يشتغل عليه. فلازم انت ما تبقاش رد فعل، انت تبقى فعل. ما تعودناش من كولر على المخاطره، يعني ممكن ده في وقت لاحق خلال الماتش نشوفه ان امام وقفشة في المباراه، لما يلاقي ان الدنيا مقفله الترجي 100% هيجي يدافع اسف بس على ويحاول يعصبك. ليه بقول لك كده؟ ليه بقول لك كده؟ عشان انا ما شفتش ان الترجي بالقوه اللي مفهوم اللي هو احنا نقلق منه ونخاف منه، لا يعني انا مش شايف ان انت عنده الامكانيات الهائله اللي انت لما هتروح وتضغط عليها هيعمل لك مشاكل. احنا ما شفناش النهارده، بس هو بيحب، هو واقعي زياده، بيحب الترجي، بيحب الفريق اللي هو يرجع يدافع قدامه ويحاول يضربه من ورا. فهل ممكن قفشه وامام في ماتش العوده؟ طبعا اوافق كابتن احمد الراي، بس عندي بس تعليق على غياب علي معلول. ما عنديش مشكله خالص ان في كريم فؤاد، المشكله في غياب علي معلول هي النواحي الهجوميه مظبوط، مش النواحي الدفاعيه. برضو اتكلمنا ان مدرب نادي الترجي ولاعيبه نادي الترجي هيلعبوا على الهجمه المرتده، ودايما الهجمه المرتده بتيجي من الجناحين بتيجي من الجناحين. فكريم فؤاد لازم يعني موضوع كريم الدبيس ده مستبعد تماما، لان هيبقى في ضغط عليه حتى وان كان الضغط مش متوالي، ولكن على فترات من المباراه هيلعب الطريقه دي. اقول لك انا ليه بس بشوف ان كريم الدبيس احتمال ممكن يحصل، وان كان الاحتمال نسبته قلت قوي بسبب انه ما لعبش ولا دخل حتى قائمه ماتشات الاهلي اللي فاتت، لكن في الاخر اتكلم في باك ليفت، يعني هو ده مركزه، وبالتالي ده هيساعدك في ان الجناح يبقى بيقدم ادوار دفاعيه بس بتدعمه، مش بيرجع يدافع معاه. مزبوط. فاهمني؟ مزبوط. فانا بقول ان ده ممكن، بما انك اتكلمت على التاثير السلبي لغياب علي معلول هجوميا والتاثير السلبي لمشاركه كريم فؤاد في غير مكانه هجوميا، فطب ما تلعب بباك ليفت ويبقى الجناح اللي قدامه بيعرف يهاجم بس بيدافع بيأمن معاه. هل ده ممكن يفكر فيه كولر؟ هو لا مش هيفكر فيه خالص. مستحيل. المباراة هتكون كبيرة شوية على كريم. حضور جماهيري، ضغط جماهيري، من الممكن ان يعمل كده لو لا قدر الله في تعادل، في هزيمة، يبتدي يحاول يحط حد في المكان ده يقدر حتى يرفع برجليه الشمال. يمكن بعد خروج بيرسي تاو ما كانش في حد بيلعب برجليه الشمال خالص في ال 11 11 لاعب. ايوه مظبوط صح، يعني صح. حاجه بتحصل، ما بقولش مش بتحصل ولكن بتحصل نادر. يمكن جه فاول كان المفروض يتلعب حد اتجاه الجون لان نظر لعدم وجود اي حد بيلعب برجليه الشمال. رضا اللي لعبه والكرات الثابته قبل رضا كان كلها حسين الشحات. اتفق طبعا مع الكابتن احمد،
بس انا مش هطلع اكرم توفيق من التشكيل. انا ممكن اوديه يلعب ناحيه اليمين باك رايت. باك رايت ويلعب زي ما كابتن احمد قال بالظبط، لان انت بتلعب برضو امام عاشور خلي بالك رقم 8 مميز جدا طبعا مش 10 فهيقدر يقوم بيها. هتبقى عندك 6 مروان و8 اكرم و8 امام عاشور وقدامهم قفشه بيخلي في تفوق في الاحتفاظ بالكرة على الاقل على الاقل مش اقول سرو ولا اقول ان هو هيحرز اهداف ولكن بتمتلك الكرة. وطول ما انت وانت مع دفاعات الترجي المتوقعه دي محتاج الكرة تبقى تحت رجلك طول الوقت بتكرر للحالتين للحالتين يا استاذ هاني. انت ما بتحتفظ بالكرة بيبقى ما فيش خطورة على مرماك بيبقى عندك افضليه ان انت تحرز هدف وده اللي النادي الاهلي عايزه بالظبط سواء خلي بالك نادي الاهلي او نادي الزمالك لو اتكلمت عليه هنتكلم عليه احتفاظ على نظافه شباكك واستغلال انصاف الفرص لازم استغلال انصاف الفرص. السؤال ليه اكرم ما ينفعش يطلع من الملعب والسؤال اللي مرتبط بيه ليه تلعبه مكان هاني في ماتش العوده؟ انا شايف ان في يعني تقصير من محمد هاني شويه في ادوار كتير جدا سواء الدفاعيه او الهجوميه. انا لو انا المدير الفني النهارده كنت هاخد قرار بخروج محمد هاني حتى وان كان بيأدي ادوار ولكن انا كمدير فني وبرضه اسال كابتن احمد ما اقدرش العب مباراه نهائيه ناقص لعيب وهو كان مهدد بصوره كبيره جدا بسبب الانذار المجاني وكان اغلب لعب نادي الترجي من ناحيه محمد هاني فكان ممكن في فاول غير مقصود او حاجه مع حكم لو طبعا الحكم هنقول الموضوع عدى معاه ولكن مع حكم متربص كان ممكن العب ناقص ودي اكبر كارثه لمدير فني ان السيناريو بتاع المباراه يتقلب تماما ويكون في لعيب عنده بيلعب لعيب ناقص. بسمع الراي منك ده لاول مره عشان ما تقابلناش وقت المباراه لكن الكابتن احمد رضوان تقريبا اللاعب الاكثر حصولا على انتقاد منه خلال المباراه كان محمد هاني. لاسباب هجوميه ولا دفاعيه؟ محمد هاني النهارده كان غير مقنع بالنسبه لي. نقصوا عليه يعني بس يعني في اوقات كده انت بتحب حد يزودك شويه. تمام. في الحته الهجوميه وطبعا بيبقى عنده في الحته الدفاعيه واقف صح متمركز صح. هاني ما عندوش مشاكل كتير جدا في الحته الدفاعيه الا في حاجه واحده بس في فكره الواحد على واحد يبقى عنده مشاكل كتيره جدا في فكره ان انت تروح تقطع او يستخلص الكوره لكن فكره ان انت تزيد وتعمل نواحي هجوميه ده بيبقى عنده شويه مشاكل. احنا شفنا يمكن يزيد بلا فعاليه يعني بلا كروس النهارده عايز يشوط اوكي ودي حاجه كويسه هو بيساهم كويس في في بناء الهجمات اللي هي في التمريرات القصيره لكن العرضيات اما اتقفلت النهارده برضه يعني اتكلمنا في الموضوع ده ان ضغط لعيب الترجي على لعيب النادي الاهلي ومنهم على وخصوصا خط الظهر ومنهم محمد هاني اثر بصوره كبيره حتى عن اللي حضرتك بتقول عليه التمريرات اللي بتظهر محمد هاني بالظبط يعني. اللي بتظهر محمد هاني على الاقل بصوره كويسه. طيب عندنا ملفات كتيره في وقت قصير جدا تعالوا نشوف ماذا قال المديران الفنيين بعد المباراه وناخد تعليق كابتن جوده وكابتن رضوان. البدايه مع مارسيل كولر المدير الفني للاهلي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء كانت تصريحاته كالتالي. قال مارسيل كولر انه الشوط الاول لم نقدم الاداء اللي كنت اريده لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد. لقاء الاياب سيكون مختلفا ولا بد من وجود صلابه دفاعيه وايضا شكل هجومي منظم لتحقيق اللقب. المباراه كانت قويه والشوط الاول لم نقدم المستوى المطلوب. الوضع اختلف في الشوط الثاني وكنا افضل. انتهى الشوط الاول في رادس والمباراه الثانيه في القاهره. لقاء الاياب يتطلب الدفاع جيدا في القاهره على ارضنا ومن ثم المغامره الهجوميه من اجل تحقيق المكسب. اما عن اصابه معلول قال بعد العوده للقاهره سنقوم بتقييم حاله علي معلول. لم نحدد حتى الان الاصابه. ليس لدي معلومه مؤكده بشان الاصابه لكن بالعوده للقاهره سيجري اشعه لتحديد حجم الاصابه. ده كان قبل المعلومات اللي تصل الينا اللي احنا قلناها من شويه عن ان الاصابه قويه جدا. الكرة التي انفعلت بسببها على الحكم كانت لأن الحكم احتسب تسلل ولم يعطنا إتاحة فرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس لذلك ظهرت في حالة انفعال. أي مباراة أخذها مع الأهلي أسعى للفوز بها ولا بد أن نقبل نتيجة التعادل. أما الترجي فهو فريق قوي وخلق فرصة أو اثنتين لذلك علينا الحذر في الإياب وأن نكون في حالة صلابة دفاعية وفي نفس الوقت نهاجم من أجل الفوز باللقب. قبل أن نروح لكاردوزو ثانية واحدة كلمة من الكابتن رضوان وكلمة من كابتن جودة تصريحات تبدو منطقية جدا. هو الراجل ده منطقي جدا وعارف بيعمل ايه. هو عايز يوصل هو كان عايز يوصل لكده
يعني يمكن احنا اللي طمعين شويه. احنا فكره ان احنا زود كهرباء في الاخر رضا من ياخد من بدري شويه، بس طمعك ده مبني على حاجه بتشوفها، انه الفريق اللي قدامك يديك مساحه انك تطمع. بس هو بينجح في الكلام ده ولا لا؟ بينجح. كان اوفر اول بقى بالظبط كده، فنرفع له القبعه. كابتن جوده نفس الكلام تقريبا اللي قلناه، كان في الشوط الاول طبعا يعني غير مرضي بالنسبه للجهاز الفني، حتى يعني كنا بنقول لجمهور النادي الاهلي، ولكن بعد التصريحات عرفنا ان غير مرضي للجهاز الفني. مظبوط. وبالاضافات اللي اضافها زي ما اتكلمنا الشوط الثاني، هو حس ان المباراه او الاهلي تحسن يعني. نفس اللي قلناه بالظبط. اما ميغيل كاردوزو المدير الفني البرتغالي للترجي التونسي، فكانت تصريحاته شبه مين ده؟ شبه تامر بدوي يعني. ايوه بقول لك صديقنا العزيز. دائما المباريات النهائيه تكون لها حسابات كثيره لانها تلعب بالروح. كل مدرب يحاول استغلال الفرص، لكننا لم نتمكن من استغلال فرصنا، وفي هذه المباراه لعبنا حسب المواقف التي نتعرض لها. لعبنا جيدا في الشوط الاول، ولكن تركنا المساحات في الشوط الثاني ولم نتمكن من استغلال الاجواء والجماهير وملعبنا. هذا الفريق شاب، وهناك بعض اللاعبين الذين بحاجه للاعتياد على مثل هذه المباريات. لدينا الحظوظ الكاملة في مباراة الإياب، وسنخوض كل مباراة حسب ظروفها، واللاعبون الذين يتمتعون بالمهارة والسرعة هم من سيصنعون الفارق. نتمتع بالطاقة ونعرف من سنواجه، والأمور التكتيكية هي المهمة، وأنا كمدرب أعرف ما سأفعله بالمباراة المقبلة. كابتن جودة والله يعني الحمد لله نفس الكلام اللي قلناه بالظبط، بيتكلم على اللاعب اللي عندهم سرعات، اللي احنا اتكلمنا على هجمات المرتدة ان هيقفل كويس وهيلعب على الهجمة المرتدة، ودي بتتطلب سرعة. وبالنسبة للنقال هو عارف عايز ايه من المباراة القادمة، نفس الكلام برضو قلناه كابتن. الراجل عارف ان فرصته 50-50 ان يقدر بكده بتسجيل لا قدر الله هدف في شباك النادي، وده اللي على الجانب الاخر رد عليه كولر بانه محتاجين صلابه دفاعيه ثم نسعى لتسجيل الهدف او الاهداف اللي تضمن لنا التتويج. تعالوا نشوف راي الجمهور في الشارع بعد المباراه والتعادل السلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، قبل ما ننتقل في دقائقنا الاخيره لاياب الكونفدراليه الزمالك ونهضه بركان. تحدي ليك يا الزميل العزيز هاني حتحوت، وتحدي للساده المشاهدين مشاهدي صدى البلد في كل مكان. بالفعل انتهت مباراه الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بتعادل سلبي ما بين الفريقين. طبعا انطباعات لجماهير النادي الاهلي والجماهير المتابعه للمباراه حول اداء النادي الاهلي في اللقاء وفرصه النادي الاهلي في التتويج بهذا اللقب. شفت المباراه ازاي ورايك في اداء الاهلي النهارده؟ الاهلي لعب باسلوب سيء، اول ربع ساعه كانت صعبه جدا للاسف على النادي. الحمد لله طلعنا بتعادل سلبي، يعني احسن من ان احنا نلتزم هنا وان شاء الله العوده في خيرها. يعني رايك في اداء الاهلي النهارده؟ رايك في اداء اللاعبين؟ اداء سيء جدا ومفيش اي فرص من الفريقين، بس كده. تمام. رايك في الاهلي النهارده وفي اداء اللاعبين؟ شايف الاهلي وفرصته ازاي في مباراه العوده؟ ان شاء الله نعوض في الماتش الثاني، النتيجه 0-0، فان شاء الله يبقى لنا فرصه اكتر ان احنا نعوض الشوط الثاني. هي بس افضل لاعب في المباراه مين؟ امام عاشور. امام عاشور جبهه بيرسي ده كانت ضايعه خالص، فان شاء الله تبقى احسن المره الجايه. يعني رايك في الاهلي تعادل 0-0 ومباراه الذهاب اكيد يعني نتيجه جيده للاهلي، مباراه العوده شايفها ازاي وشايف اداء الاهلي النهارده ازاي؟ لا والله الاهلي انا شايف ان هو خد اللي هو عايزه من الماتش، 0-0 نتيجه ايجابيه جدا جدا جدا. الاهلي هيقدر ان هو يكسب هنا، انا بتوقع ان نتيجه ماتش العوده هتبقى 5-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كتير خمس؟ لا لا مش كتير ولا حاجه، الاهلي ان شاء الله هيرجع وان شاء الله هيعود، وان شاء الله الاهلي دايما عودنا ان هو دايما ان هو يرجع، وهي دي روح الفانيلا الحمراء، وان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد الاهلي هيكسب في ماتش العوده. رايك في الاهلي النهارده وفي اداء اللاعبين وفي المباراه النهارده؟ لعيبه رجاله الحمد لله، والله كان في فرص كده كده لفريق النادي الاهلي اكتر وبره ارضنا، وكان ماتش يعني رايح جاي، بس ان شاء الله كده كده قدامنا ماتش كمان عوده في ارضنا ان شاء الله، كده كده ان شاء الله هنكسب، يعني واثق في اللعيبه ان شاء الله. رايك في الاهلي النهارده وفي اداءه في المباراه؟ هو اداء غير مرضي سواء من الاهلي او من الترجي، بس ان شاء الله حظوظنا اوفر وان شاء الله نكسب وان شاء الله يبقى في نتيجه احسن في الماتش الجاي. شايف المباراه ازاي؟ شايف الاهلي ازاي واداؤه ازاي في اللقاء؟ والله انا شايف ان احنا كنا بنلعب على ان احنا نخرج مش خسرانين، يعني اهم حاجه، وان شاء الله نكسب هنا في مصر ان شاء الله. يعني رايك في المباراه النهارده ورايك في اداء الاهلي النهارده في المباراه؟ والله كلهم كانوا رجاله والحمد لله على التوفيق وعلى المباراه، وان شاء الله كده نعمل حاجه في المباراه اللي جايه ان شاء الله، والتوفيق كلهم والله. الاصابه بتاعت علي معلول فرقت معانا برده، وعلى الله يا رب كده نشوف برضو الزمالك ان شاء الله، عشان اخويا زملكاوي، وابعت السلام ده لاخويا اسلام والحاج ابو ياسر
والسلام عليكم. ان شاء الله يعني زي ما قلت ليك الزميل العزيز هاني هتحوت طبعا يعني اللقاء زي ما قلنا الاهلي يعني ادى لقاء نقدر نقول قدر يطلع بافضل مكتسبات من اللقاء تعادل سلبي. بعض الجماهير كانت طمعانه ان الاهلي يكون كسبان في هذا اللقاء او يخرج بنتيجه ايجابيه 1-0، هي نتيجه ايجابيه في النهايه تعادل سلبي عوده في القاهره. ان شاء الله الاهلي يقدر يتوج به الفوز بهذا اللقاء وتتويج ايضا ببطوله دوري ابطال افريقيا. تحياتي ليك زميلي هاني هتحوت وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا يا اسامه وشكرا للجمهور الكريم من ضيوفك اللي شفنا ارائهم في المباراه. انتهى شوط اول بالنسبه لمباراتين للاهلي، اما غدا فيبدا شوط ثاني بالنسبه لمباراتين للزمالك، هي نقطه الحسم التتويج بالكونفدراليه ينتهي مشواره غدا باذن الله بالنسبه للفريق الابيض اللي جمهوره من اسبوع او اكتر بيحاول يحصل على التذاكر. فمبروك للي حصل، وان شاء الله اللي ما حصلش يتفرج ويستمتع ويتبسط ويحتفل بالتتويج. اما عن ارشادات من سيحضرون الى المواجهه فاعلنتها النهارده الجهات الامنيه المنظمه علشان تقول لحضراتكم ان الالتزام يكون بالحضور في موعد فتح الابواب الساعه 2 ظهرا، يجب الحضور مبكرا لتسيير أو تيسير عملية الدخول. لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي فان اي دي الخاصة بك. لن يسمح بدخول حامل الدعوات بدون بطاقة تذكرتي فان اي دي لموسم 23-24. عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي فان اي دي الخاصة بك. ارتداء بطاقة فان اي دي تذكرتي قبل الدخول من بوابات الاستاد. التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له. لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال. ده علشان الجمهور. ماذا عن الفريق؟ ماذا يحتاج الزمالك غدا كابتن رضوان ليتوج بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه؟ إن شاء الله نبارك للزمالك بكرة إن شاء الله، لكن الفكرة كلها أن الجون اللي جه هناك ده ساعدك كتير جدا أن أنت تلعب بأريحية هنا. نهضة بركان مش الفرقة المرعبة يعني، سهل جدا أن أنت تحرز فيها إن شاء الله في الأول. فكرة ان انت تجيب جون واتنين دي برضو في الاول هتديك اريحية مع الجون اللي انت جبته. لكن برضو في لازم يبقى في حذر برضو. خلي بالك الفكرة ممكن تتأذي بكرة ثابتة. برضو نفس الكلام، فكرة ان انت يجي في الجون هنا دي هتبقى مشكلة. لكن ان شاء الله الزمالك يتوج بكرة ان شاء الله. كابتن جودة اتكلمت على انه هتلاقي في الشارع، ده تعليقا على ماتش النهاردة، الجمهور ماشي بيقول لك هنحتفل ازاي وهنجيب جول امتى وهنكسب البطولة. هل شايف انه الحاله دي موجوده عند الزمالك بعد الجول اللي سجله بعد التاخر بهدفين؟ ولو ازاي المفروض يكون بيتعامل جوزيه جوميز قبل ماتش بكره؟ زي ما اتكلمنا بالظبط عن دي احسن اسوأ نتيجه ايجابيه تعادل النادي الاهلي ونادي الترجي. هنتكلم عن عن احسن نتيجه سلبيه. احسن نتيجه سلبيه قدر يطلع بيها نادي الزمالك. بنتكلم في برضو انت عارف حضرتك لسه في افريقيا بتطبق قاعده الهدف خارج الملعب بهدفين. فدي ادت افضليه شويه لنادي الزمالك. 1-0 ما تتعادلش، 1-0 تاخد البطوله. بالظبط نفس الكلام اللي هقوله للنادي الاهلي، لابد ان يتعامل سواء لاعبي نادي الزمالك او جهاز فني نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك. اول حاجه الصبر الشديد. تمام. طول ما انت 0-0 تقدر لغايه الدقيقه 90، مش عايزين استعجال ولا من مدرب ولا من لعيبه ولا من الاستاد اللي هيبقى مليان بالجماهير. حضرتك عارف المسانده الجماهيريه مهمه جدا جدا جدا. استعجال اللعيبه، وخصوصا اتكلمت قبل كده ان بعض او اغلب لاعبي الدوري المصري من ضمنهم الاهلي والزمالك لسه ما لعبوش قدام جماهير بكثافه كل فين وفين لما بيحصل. التركيز الصبر التركيز الشديد. عايز اقول لحضرتك شباك نظيفه مهم جدا، ادوار هجوميه للاعبي الوسط، لان مطالب من فرقتين المكسب. ما ننساش مطالب من الاهلي ونادي الزمالك المكسب. ما فيش حد قدر يفوز بره عشان نقدر نقول ممكن نتعادل هنا. صح. واستغلال الفرص مهم جدا جدا. لان ممكن تكون الفرص نادره جدا في لقاء الفريقين. ده نصا اللي قاله جوزيه جوميز للعيبه النهارده في المحاضره ما قبل المباراه، لانه اتكلم في نقطه انه لابد من عدم التعجل في انهاء الفرص، لابد من استغلال انصاف الفرص، لانه ما فيش مجال لإهدار فرص تضيع علينا وقت فتصدر إلينا ضغط. ده كان كلام بحسب ما وصل إلينا من الجهاز الفني لفريق الزمالك قبل مواجهة الغد المرتقبة. تعالوا نشوف الجزء الأخير أو جزء من المؤتمر الصحفي عن ما قاله جوزيه جوميز، ونرجع ناخد تعليق النجمين
كابتن محمد جوده وكابتن احمد رضوان. يلا بينا. جوزيه جوميز انه الزمالك كنادي اكبر من نهضه بركان، لكن لو فكرنا في الملعب بالطريقه دي هنخسر. هل التصريح ده بالجمله دي بالطريقه دي ما ينفعش يتقال في ليله مباراه انه مين اكبر من مين، ولا عادي لانه بيقر واقع؟ لا ده واقع. وهو قال الجزء الرئيسي اللي لازم كان يتقال بعد الكلمه اللي هو قالها. ان الكلام دوت تاريخي، لكن جوه الملعب ايه القصه؟ جهد والتعب. لكن فكره اللي كان كابتن جوده بيتكلم فيها، فكره ان انت تجيب هاني جون بدري، ده هيحطك تحت ضغط. لو انت ما دوستش تاني عشان تجيب التاني. تمام. بمعنى لو الزمالك جاب جون متاخر افضل له من هو يجيب بدري. لا طبعا. الا لو هو ضغط عشان يجيب التاني. يعني يختلف جدا لانه عارف ان كل دقيقه هتعدي من غير جول. بمعنى لو انت ضغطت شديد، بمعنى لو انت ضغطت في الاول خمس دقايق وجبت جول، لازم تكمل الضغط ده. ما ترجعش بقى. مفهوم. لان انت واحد واحد مشكله كبيره جدا وطلعك بره. ده اللي انا قصدي. لا لو احرزت هدف، المعنى من كده ان هيتخلى نادي نهضه بركان عن حذره الدفاعي تماما، فاستغل ده. بتكلم على 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 الزمالك نفسه هيعمل ايه؟ رد فعل. انا بتكلم في نقطه لو نادي الزمالك احرز هدف بدري، نادي نهضه بركان يتخلى عن حذره الدفاعي. ودي ليها شقين. الشق الاول استغلال نادي الزمالك للتخلي عن الحذر الدفاعي ده باحراز هدف واثنين وثلاثه، او لا قدر الله نهضه بركان مع يعني التحرر شويه من النواحي الدفاعيه، لا قدر الله يحرز هدف. اختلف طبعا مع تصريح جوزيه جوميز. جوزيه ان ملوش داعي خالص ان انت تقول التصريح ده. خلي كل الناس تبقى عارفه، خلي اللعيبه حتى عارفه جوه نفسها، ولكن تصريح ما يطلعش من مدير فني. مع احترامي الشديد لنهضه بركان، فعلا اقل فنيا من نادي الزمالك بمراحل كتير جدا. ولكن لابد ان انا احترام الخصم، الكلام عن الخصم بصوره كبيره جدا يوم المباراه ده. محدش يامن يوم المباراه. اللعيبه مش في حالتها، جهاز فني توتر لسبب او لاخر، حكم من الممكن ان يكون عنده اخطاء كبيره جدا، استعجال جمهور. فان انت تتكلم عن فرقه نهضه بركان، لابد ان تتكلم بمنتهى الاحترام وتدي القيمه والاحترام ده للعيبه. هو غالبا حس ان لعيبه الزمالك مديه لنهضه بركان في ماتش الذهاب حجم اكبر من اللي ممكن يخليهم يلعبوهم عادي، فده سبب الخساره. انه قال لهم بعد الماتش، ودي معلوماتنا، انتوا مش مكسوفين ان انتوا خسرتوا، فغالبا قصد يطلع في الاعلام يديهم الرساله دي للعيبته، انه العبوا ككبار ما تلعبوش كند. بس عند رايي ان هي سلاح ذو حدين، يعني ان هي سلاح ذو حدين. كابتن جوده نورتني وشرفتني، وان شاء الله نلتقي الاسبوع اللي جاي واحنا بنبارك تتويج الاهلي بعد ما نكون باركنا للزمالك ان شاء الله. الاهلي والزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن رضوان نورت وشرفت، دايما بكون مبسوط بوجودكم معايا، وان شاء الله نبارك الاسبوع اللي جاي للاهلي. مبسوط ان شاء الله. نورتني كابتن احمد رضوان والكابتن محمد جوده، وانتم كمان نورتونا في بدايه هذا الاسبوع من الماتش. غدا لقاء جديد بعد مباراه الزمالك مع نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه. احتفلوا، افرحوا بالفوز، ونتقابل بالليل ان شاء الله. تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتفوت. الى اللقاء.